تمام، كاراسكو وإيسي وتوريس، طبعا لاعبين مع اللاعب كاراسكو، وكمان خبرة 1250. في طور سكواد باتل أو ريفلز في مستوى صعوبة نصف محترف لو هتلعب سكواد باتل. طبعا ما تنساش تعمل لايك واشتراك. طبعا اللعيبة اللي هم هيجوا دول مع اللاعب كاراسكو، يعني ثلاث لاعبين هتيجوا في خلال التحدي ده، طبعا تحدي حلو وكمان ببلاش. اول حاجه سبع تيجي سجل 7 اهداف بلاعب من دوري اسباني، لا تعملهم في مباراه واحده، هيجي لك على طول، هيجي لك في خبره 1250، ويلعب 4 مباريات في وجود 6 اسبان. لعبت الاربع مباريات دول هيجي لك اللاعب اسمه، طبعا اللاعب ده هيتخلص بيه حتى اللي بعد كده، اللي هو بقول لك سجل في وجود اللاعب اسمه اساسي، طبعا 5 مباريات عشان يعمل تخلص بقى تشوف التحدي اللي بعد كده، اللي هو سجل 5 اهداف من بره ال 18 بلاعب من الدوري الاسباني. بعد كده تلعب بقى بالاثنين بقى اللي هو اسو واللاعب توريس، تلعب بيهم 8 مباريات وتفوز فيهم بس، بعد كده يا معلم خلص التحدي، يعني 17 مباراه هتخلص بيهم التحدي. اعملهم في الريفلز احسن ليك واسرع ليك، طبعا كده كده ايه هتلعب ريفلز فالموضوع هيكون بالنسبه لك سهل، انما في سكواد باتل طبعا ماتشات هتكون رخمه، فانت مش بتحب الماتشات، او انا واحد من الناس ما بحبش الماتشات بتاعت السكواد باتل، فاعملهم على الريفلز وريح الكلام. ما تنساش تعمل لايك واشتراك. سلام عليكم.